السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا وأحبابنا الأعزاء، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج نحن المستقبل، تنفيذا لمبادرة الدولة لمشاركة جميع مؤسساتها في فعالية اليوم الرياضي الوطني. نظمت أطفال الشارقة فعالية اليوم الرياضي الوطني لجميع المراكز. تعالوا نتابع أصدقائنا الرياضيين مع زميل راشد السويدي. يا هلا كل غرب أصدقائنا المتابعين، أجواء برنامجنا نحن المستقبل اليوم الرياضي بامتياز مع تواجدنا في حديقة المجاز، تابعونا. شرفنا اللقاء مع أستاذة أسماء من سجايا فتيات الشارقة. أستاذة أسماء، حدثينا عن فعاليات تواجدكم في اليوم الوطني الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أشكر قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. طبعا يسعد سجايا فتيات الشارقة المشاركة في هذا اليوم الضخم، يوم الوطن الرياضي اللي يحتوي جميع الجنسيات، مواطنين منهم والمقيمين وجميع شرائح المجتمع والفئات العمرية. سجايا فتيات الشارقة قدم فعاليات تحتوي جميع الفئات العمرية، منها من رياض الأطفال إلى الكبار. قدمنا الرياضات بطريقة مبتكرة. كانت عندنا رياضة كرة القدم، قدمناها بطريقة أن غطينا البوستر المرمى بالبوستر، وكان الهدف أن التصويب للمرمى لكن بتحديد الأهداف. وكانت عندنا فعالية التلوين بالرماية، كان في مسدسات معباية بماء ألوان، وتم الرسم لوحات جدا جميلة بالرسم. أتعرف عليك وما سبب انضمامك لهذه الفعالية الوطنية؟ اسمي حمد حسن، مركز الطفل بالخالدية، وكوني أنا من مراكز أطفال الشارقة انضميت ويا المركز وجيت لأشارك في هذه الفعالية الوطنية. هل أنت محبة للرياضة بطبيعتك؟ إيه. شو تقولين لأصدقائنا المتابعين عن الرياضة؟ أشجعهم إن يلعبون رياضة لأنها مفيدة للصحة. نتعرف عليك وشو السبب اللي خلاك تنضم لهذه الفعالية؟ اسمي حسن خالد من مركز أطفال الشارقة، أحب انضميت لهذه الفعالية عشان أكون عشان نكون نلعب رياضات ونمارس الرياضات وما نوقفها. هل أنت تحب الرياضة بطبيعتك؟ إيه. شو تقول لأصدقائنا اللي يشوفونك عن الرياضة؟ أن يتمون يمارسون الرياضة. حبيت أشارك في المسابقة عشان أشجع الناس وأصدقائي، وصراحة استمتعت في الفعالية، وكان في مواد مسابقات مثل فعالية مثل مسابقة التجديف والجامبينج وكرة القدم. هل أنت تحب الرياضة بالفطرة؟ نعم أحبها وايد. شو تقول حق أصدقائنا المتابعين عشان يكملوا الرياضة ويتابعونها؟ أنصحهم إنهم يكونوا صحيين وسامهم يعني لياقة، يسوون لياقة. تركت في هاي الفعالية عشانها رياضية وصحية حق الأطفال. هل أنت تحب الرياضة بالفطرة؟ أكيد. شو تقول حق أصدقائنا المتابعين عن الرياضة؟ الرياضة مفيدة حق الجسم وتخفف الوزن. بمشاركة الهيئات والمؤسسات والجهات والقطاعات والدوائر المحلية والحكومية والاتحادية والقطاع الخاص،
انطلقت في عاصمة الثقافة العربية والإسلامية فعاليات اليوم الرياضي الوطني ب 72 فعالية في إمارة الشارقة بكل نشاط وحيوية. ساروا أطفال الشارقة في حديقة المجاز بالمشاركة بمختلف فعاليات رياضية التي تنمي الأذهان وتحفز الأطفال على المحافظة على أبدانهم صحية وسليمة بممارسة الرياضة. يسعدنا ويشرفنا اللقاء مع الأستاذة فوزية من أطفال الشارقة. أستاذة فوزية نرحب فيك ببرنامجنا نحن المستقبل، حدثينا على الفعاليات اللي قدمتيها في اليوم الوطني الرياضي. نحن أطفال الشارقة تابعة لمؤسسة ربع القرن لإعداد القادة والمبتكرين، شاركنا فعالية مع مجلس الشارقة مجلس الشارقة الرياضي مع جميع المؤسسات الحكومية. فالفعالية اليوم شاركنا للذكور والإناث عدة مسابقات وأنشطة رياضية منها تيلي ماتش وزومبا. وطبعا اليوم بس مو مشاركة الرياضة اليوم، فإن شاء الله بيكون بتاريخ 10/3 بيكون في جميع مراكز أطفال الشارقة فعالية رياضية متنوعة بتكون عبارة عن ألعاب مائية، كرة القدم العشبي، ألعاب تيلي ماتش، جودو، كاراتيه. فإن شاء الله نسويها على مستوى المراكز كلها من المنطقة الشرقية والوسطى والمدينة. شو السبب اللي خلاكم تشاركون في المسابقة الوطنية؟ عشان إحنا بنحب رياضة الكاراتيه وهذا اليوم بالنسبة لنا شيء حلو. إحنا جايين من نادي الشرق الرياضي للدفاع عن النفس من الكاراتيه وجايين نعمل فعاليات إلنا هنا. الدافع اللي حفزني إني شارك بهاي المسابقة إنه هلأ هاي يعني الرياضة بتفيدنا هلأ وبس نكبر، فإحنا هلأ عم نتعلم أساسيات وإن شاء الله بس نكبر إنه نطلع إشي. ما شاء الله على أخواني أطفال الشارقة منطلقين ومستانسين في هذه الأجواء الجميلة والفعاليات المميزة. أخوان وأخواتي، هذه كانت من اليوم لليوم الرياضي الوطني في حديقة المجاز، وأنا أشوف زميلي مايد الرياضي جاهز لفقرات ربح معنا. شكرا لك زميلي راشد على تخطيطك لليوم الرياضي الوطني، والحين يدوركم أخواني أخواتي بأنكم تربحون جائزة قيمتها 500 درهم مقدمة من مؤسسة شرق الإعلام من تلفزيون الشرقة. سؤال حلقتنا اليوم يقول: إذا مارسنا الرياضة بانتظام، الرياضة تعلمنا دروس عديدة، اذكروا لي 3 من هذه الدروس. وبهذا السؤال وصلنا معاكم لنهاية حلقة اليوم من برنامج نحن المستقبل، نترياكم في حلقاتنا القادمة ومع السلامة.